مناقبه كثيرة جدا رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. ومن مناقبه كما عند أحمد وأبو داود، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فآل النبي الغرنان، فآل المصطفى أكرمني. ومن مناقبه ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد الجراح معاذ رضي الله عنه وأرضاه. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد أنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نبدة، وفي رواية قد فتح حجر، وفي رواية رتوة، أي يتقدم ويسبق العلماء. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه خصه صلى الله عليه وسلم بالحديث قد لا يخص به غيره. ومن ذاك ما رواه الشيخان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي رواية: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. من رب الجلال مقام في الذرى صعب منالي.